السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله كما كتلاحظوا ان العنوان ديال الفيديو هو شاهد كيف تزيد نمو من نمو الارنب الصغير الضعيف في وقت قياسي. اذا موضوعنا اليوم ان شاء الله هو يعني الرضاعة الصناعية، يعني ماشي الرضاعة العادية اللي كترضع الام، هذه سميتها رضاعة صناعية. بوجود خلفة مكونة من 6 إلى 12 أرنب صغير، دائما ما نجد واحد أو اثنان لا يكبران، يعني كيبقوا في واحد الحجم صغير، بحيث نجد كل الصغار تنمو إلا واحد أو اثنان لا يزيد في الحجم، وماشي غير في الحجم، حتى في الوزن كتلقى حتى في الوزن ديالو مستوب، يعني ما كيتزادش. نتوما بحال اللي كتقول كتقول لا هذا الارنب مضايقني، كل مربي كيحس بالضيق لان كلشي كيكبروا وهو كيبقى في واحد الحجم وواحد الوزن، لدرجه ان الخوت ديالو يقدروا يبقاو يحقروا عليه، لان الارانب هذيك يعني غريزة فيهم، غريزة حيوانية، أنهم ديما ملي كيشوفوا الضعيف كيحقروا عليه. إذا اسمو السبب ديال هذا الشيء، السبب كيكون إما في وجود الحلمات ديال الأم، يعني العدد ديال الحلمات غير مناسب مع عدد الصغار، أو أن الصغار ما كيوجدوش الفرصة أنهم يرضعوا بشكل كافي الواحد تغذية سليمة لنمو بشكل طبيعي. إذن ما هو بديل الحليب؟ حنا نقولوا باللي لقينا هذه المشاكل، يعني إما موت الأم مثلا، كاين اللي كتخلي الصغار ديالها، كاين كما قلنا العدد الحلمات ماشي مناسب لعدد الصغار، كاين ذكرنا سبب أخر، يعني هو ما كيلقاش الفرصة أنه يوصل باش 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 ياخذ حقه في الرضاعة. إذا البديل ديال الحليب اسمه هو، وفي الحقيقة يجب أن يكون بديل موازي لحالي، ماشي نشدوا واحد الحليب ونقولوا مثلا الحليب سونترال اللي كيتباع، ولا الحليب بلا بدون ذكر أسامي باش ما نشهروش، حنا نقولوا حليب الغنم عموما، وهو يعني مدير في واحد المعلب، وحنا نشدو نعطيو الارانب ديالنا وغادي نقولوا راه بحالو بحال الحليب ديال الام، لا هذا خطا. اذا الجواب هو الحقيقه حصري في هذه الحلقه هذه، وهو حليب ديال الماعز. الا مشيتو الناس اللي عندهم يعني امكانيات انه يقدروا يدبروا الحليب ديال الماعز، فهو موازي لحليب الارنب، والطريقه باش تقدموه للارانب ديالكم راه جد بسيطه الى قدرتوا توفروا عليه، وهي تقديم 3 وجبات يوميا. يعني كتشدوا ديك واحد المحقنه تحيدوا منها ديك يعني الابره ديالها، وكتبقاو ترضعوه بواحد الطريقه يدويه، بشرط ان يكون هذاك الحليب ما يكونش بارد، يعني ما تجبدوش من الثلاجه وتعطيو للارنب الصغير، لا خليو يعني يدفى واحد شويه بما يبرد، ما تعطيوش سخون بزاف، ماشي مغلى بزاف، وانما دافئ. وبهذه الطريقه يمكن انقاذ صغير الارنب من الموت المحقق، يعني هذه راه بالتجربه، راح الحليب ديال الام راه ما كيتعوضش، كيقول لك ما كيتعوضش، ولكن بالنسبه لحليب الماعز راه هو في المكونات ديالو راه موازي لحليب الارنب الام ارنبه عفوا. اذا ملي كتبغيو تعطيوه ديك المحقنه حاولوا تحيدوا منه ديك الابره باش ما تاديوش هذاك الصغير، يعني ما تاديوش، ممكن انكم تجرحوه، فقط تكون يعني محيده لها هذيك ديك الابره باش ما تضروش. وان شاء الله الا درتوا هذه الطريقه غادي تلاحظوا ان النمو ديال الصغير ديالكم لا من ناحيه الحجم لا من ناحيه الوزن كيكبر بشكل طبيعي، كان مو راها كاينه معاه.
إذا ممكن أنكم تدبروا واحد غير السيترو راه غادي هذوك الصغار كلهم غادي يرضعوا وغادي يكبروا به بهذاك من السيترو. يعني ممكن تبقى تحتفظوا به في الثلاجة وملي تبغوا تخدموا كتشدوا واحد الكمية وديروا لها تسخنوها وتخليوها تبرد واحد شوية تيولي شبه دافئ وتعطيوه الأرانب ديالكم إن شاء الله. وراكم غادي تشكروني لأن هذه الطريقة راها مجربة من عند الناس القدماء ملي كتموت شي أرنبة أو كيبغيو يزيدوا في الإنتاج يعني في النمو ديال الصغار ديالهم راهم كيديروا هذه الطريقة هذه راها مجربة. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم إن شاء الله. كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم. تكيو على زر جيم باش تستاندونا وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.